مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم همام ريس اتش اس كرييتيف ديزاين سيرفيسز. اليوم درسنا بهم الصبايا اكثر من الشباب، واللي هو كيف نقدر نعمل ميك اب خفيف ببرنامج فوتوشوب 2021. على سبيل المثال عندنا صوره هاي الجميله اللي شايفينها قدامكم. خلينا اول شيء نبلش فيه بالميك اب. خلينا نشوف البشره تبعيتها حلوه. هذا الدرس رح نعمله ل المبتدئين والناس الداخلين جديد على الفوتوشوب بأدوات بسيطة لنعطي نتائج حلوة. خلينا أول شيء منجي على عنا أداة سبوت هيلدينج أو حرف الج، لنشيل هدول النقاط الموجودة على الوجه مثل ما لكم شايفين، شلنا هون هدول النقاط. إذا كان في نقاط تانية ممكن نشيلها. خلينا هلأ نشوف وين حنبلش. اول شيء بنعمل لاير جديده. خلينا نبلش بالعيون. كرمال نبلش بالعيون، خلينا نحدد كل عين بدنا نعملها شويه اضاءه للعين. فبنجي على اداه الاوبجكت سيلكشن او بحرف الدبليو، خلينا نختار نحدد بس مكان العين لنعملها شويه اضاءه اكثر لتبين كانه هي حاطه لينس او عدسات مثل ما بتقولوا بالعربي. خلينا نعمل هيك، حددنا العين راحت. اوكي خلينا نرجع نحددها مره ثانيه. طبعا تحديد فقط مكان العين اللي بدنا نحن نعمل عليها شويه اضاءه لتبين انه في لينس. ليش عم تروح؟ لانه ما احنا محددين على الطبقه. اوكي شوف شلون صارت تحددت بشكل سريع. طب هذه المنطقه نحن بدنا محل رموش ما بنيها، بدنا نشيلها، بنكبس Alt كرمال نشيل هاي المنطقة ما بنيها بالتحديد، نكبس Alt المنطقة ما بنيها بالتحديد نعطيها هيك. اوكي هلا هيك محددت العين الأولى. خلينا نجي على العين الثانية، نكبس Shift مشان تضل العين الأولى محددة. شوف هلا تحددت عنا عين كتير كبيرة، بنرجع نكبس Alt كرمال نمسح المنطقة اللي ما بدنا إياها. طبعا في كذا طريقة لتحديد، أنا شرحت لكم إياها بالدروس السابقة كيف نقدر نحدد بالأوبجكت سيلكشن. مثل ما لكم شايفين نكبر هيك شوي، حددناها بهذا الشكل. اوكي طبعا هدول بدهم شيل من هون. اوكي مثل ما لكم شايفين تحددنا العينتين اثنيناتهم. طيب هلا نحن بهي الطبقة الجديدة، بنرجع على الطبقة الجديدة وخلينا نعطيها لون معين، مثلا على سبيل المثال اخضر، بس نكشفه شوي كمان بين الاصفر وبين الاخضر. خلينا هيك نعطي لون ونعطيه. لاحظوا كيف صارت عنا عيون البنت كانه صارت مخيفه. نجي هون عند النورمال ونجي بنعطيها خلينا نعطيها سوفت لايت. سوفت لايت مثل ما لكم شايفين. اوكي اعطيناها سوفت لايت. سوفت لايت شوفوا لاحظوا الفرق هلا صارت هيك، كان عيوننا نحن كشفناهم شوي. فينا نقلل الاوبسيتي بشكل بسيط. طيب فينا نحن طيب نغير اللون. بجوز تقولوا لي همام ريس نحن ما بدنا هذا اللون، بدنا اللون يكون على ازرق. اوكي بنحسن نعمل اللون على ازرق، ناخذ على الازرق، خلي يكون على ازرق كاشف او ازرق غامق، اللون اللي يعني انتم بتحبوا تفضلوه يكون عندكم. على سبيل المثال هيك على ازرق، فينا نغمق الازرق اكثر شوي هيك بهذا الشكل. مثل ما لكم شايفين فينا نزود الزرق وفينا نقلله. لا خلينا نخفف شوي نحن هيك. بالفيل بنخفف 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 مثل ما لكم شايفين خففنا، وفينا نخفف شوي من الاوبوسيتي بهالشكل هيك. هيك هلا عملنا لها عدسه للصبيه. شوفوا اذا بتلاحظوا كانوا عيونها عسليات، صاروا عيونها باللينس على ازرق. اوكي طيب هلا شو الخطوه الثانيه؟ بناخذ لاير جديده وبناخذ هلا شغلنا رح يكون كله بالبرش، لكن قبل ما يكون بالبرش خلينا نشتغل هون. بناخذ بين تول او حرف البي بالكيبورد، بدنا نلون للشفاه.
مثل ما لكم شايفين بدنا الشفاه تتلون. الأولى مشان نصير في شوية دقة بالتلوين، فخلينا نحن ناخذها بالبين تول، ناخذ طبقة جديدة بالبين تول مثل ما لكم شايفين عم نعمل هيك، بناخذها على كيل الشفاه. اوكي طيب شو ممكن احنا شو ما نحط الشفاه وما مريز؟ طيب نحن بدنا الشفاه تكون احمر، الاحمر الداكن. بنحط لون الشفاه الاحمر. شوف على الشفاه اللي صارت، شيء فظيع. اوكي حطينا الشفاه هيك، هلا شو بدنا نعمل وما مريز؟ بنجي كمان بنجي بنعطيها شيء اسمه سوفت لايت. سوفت لايت، سوفت لايت صارت للشفاه، فينا نخففها شوي صغيره، الفيل بنخفف الفيل شوي صغيره بهالشكل، وفينا ناخذ المحايه، بناخذ اداه رفيعه، بس بنجي محل ما يكون يصير في شيء حد، محل الحد بنكسره كرمال ما يبين انه في حد كتير قوي، محل الحد بنكسره بشكل خفيف كتير كتير مثل ما لكم شايفين، محل الحد عم نكسره بشكل خفيف كتير، ما رح نخرب المنظر لكن فقط بدنا نكسره كسر بهالشكل هاد مثل ما لكم شايفين هيك. طيب وما مريس اوكي صارت هيك، بس اسنانه صاروا هيك، فبنفس الفرشاية ممكن ناخذ البين تول نحدد هيك، نحدد هيك، نحدد هيك، نحدد هيك، نحدد المنطقة اللي ما بدنا اياها تكون فيها اللون، او ممكن يدويا انتم تعملوها بالمحاية مثل ما ملاحظين. فينا نعمل هيك بهذا الشكل، شوفوا صار الحمرة او الروش بتسموه، ما بعرف شو بتروحوا تسموه، بهذا الشكل. طيب عم ريس نحن بدنا اللون يكون اغمق شوي، فينا نغمقه شوي نحن للون، او بدنا اللون نعمله بشكل ثاني مثلا ازرق احمر. نحن هون جينا على الاحمر، بدنا اياه احمر للون، احمر قاتم مثل ما لكم شايفين، بدنا اياه بهذا اللون، او احمر احمر بدنا اياه هيك، بنخفف شوي هيك بهالشكل هيك. اوكي والفيل مثل ما حكينا بنخفف شوي الفيل فيه مشان تبين اللمعة تبعه اكتر. اوكي هلا صارت العيون والتم جاهزين، خلينا ناخذ لاير جديدة. بدنا نعمل شغلة هي بالنسبة للخدود والعيون. خلينا نبلش اول شيء بالعيون، بالنسبة للروش او هذا الشيء اللي بيجي فوق العيون، ناخذ برش. طبعا هلا نحن شو ممكن ناخذ لون للعيون؟ انا عم بشكل الصراحه بالالوان كرمال يصير. اخذنا لاير جديده، ناخذ برش، خلي تكون برش ناعمه بهالشكل، خلينا نعمل ناخذ برش بهالشكل هيك، خلينا نعمل فوق العين الشكل اللي بيعملوه بشكل عام مثلا هيك، خلي يكون بهالشكل لهون بهالشكل بهذا اللون. خلينا نعمله كمان فوق العين بهذا الطرف نفس الترتيب، خلينا نعمله بهذا الشكل هيك. طبعا نحسن هلا بعد شوي نلعب فيه بالقياسات تبعته. اوكي النقطة المهمة أول شيء إنه نرجع ناخذ سوفت لايت. شوفوا لما عم ناخذ سوفت لايت كيف عم يصير، لما عم ناخذ سوفت لايت والفيل تبعيته بدنا نخففها. نخفف سوفت فيل، بدنا لا بدنا اياه تقيل كثير، بدنا اياه خفيف شوي، لا بدنا اياه هيك. هذا اللون مثلا على سبيل المثال مناسب. طيب هم مريس شو لازم نعمل هلا؟ هلا بنجي لموضوع تظبيط اللي احنا عملناه بشكل عشوائي. بدنا نقص، بدنا نشيل منه بمناطق مثلا بهالشكل هون مثلا، هن الصبايا بيظبطوه
بشكل بحيث ما يأثر على كما لكم شايفين هيك. احنا عملنا زيادة شوي لهذا الطرف، اخذنا كمان كتير، فينا ناخذ من هذا الطرف شوي هيك بالمحاية، واذا كان مناسب طبعا انتم فيكم تختاروا الشيء اللي بتلاقوه مناسب بالنسبة للميك اب. على سبيل المثال عملنا هيك، هون طلع غامق شوي، ممكن نخففه شوي بهالشكل هيك، خلينا نخففه شوي هون، وهون كذلك الامر ما يكون غامق كتير هيك، خلينا نخففه شوي. اوكي هلا هيك بعتقد جيد، يعني بعتقد انه هيك جيد. طبعا مثل ما حكينا الفيل نحن بنحسن نغمق ونكشف بالشيء اللي فينا اياه، فينا نكشف بهالطريقة، لا بدنا اياه يعني يكون غامق، خلي يكون بهذا الشكل. اوكي لا خلي يكون بهذا الشكل مع شوية تكشيف من هون على هذا اللون. طبعا بالنسبة للون انا اخترت هذا اللون عشوائي، انتم ممكن تختاروا. بناخذ بالبيلدينج بناخذ لون، طب بعض الناس بيقولوا همام رئيس لا احنا بدنا اياه اللون يكون متدرج، فينا ناخذ لون متدرج على سبيل المثال، مثلا في ناس بيحطوا كذا شيء فوق بعضه، خلينا ناخذ من هالالوان هي اللي هون، خلينا نجرب هذا مثلا. اوكي ناخذ سوفت لايت، ديك لاحظ مخفف شوي صار في اللون فيه شيء افضل. طبعا فينا نشوف الوان ثانيه، خلينا نشوف الوان ثانيه، انا حطيت الوان عشوائيه، انتم فيكم تختاروا هذا اللون ممكن يكون، يعني في تدريجات، في نحن بنحسن بالتدريجات، نلعب بالجراديانت على ابيض، خلينا نشوف هون شو في، لا خلينا بالجراديانت الفوقانيات معناتها بالبلو، بالبلو مثل ما لكم شايفين. لاحظوا هاي بين البلو وهذا اللون مثلا، هذا مناسب انا شايفه مناسب هذا اللون، فينا نخففه شوي يعني هيك بهذا الشكل. اوكي وانتم فيكم تختاروا الشيء اللي بيناسبكم اكثر، انا عم اعطي امثله فقط على الموضوع، فينا نخففه فينا نزوده فينا نغير اللون بالشيء اللي بنلاقيه مناسب. هلا ممكن لو ناخذه شوي على، خلينا ناخذه شوي على هذا اللون، نكشفه شوي على زهري، اعتقد بيطلع احلى بين الازرق والزهري بشكل جراديانت، يعني مثل ما لكم ملاحظين هيك الشكل. اوكي خففنا الفيل شوي، ثقلنا الفيل شوي على هذا الشكل. اوكي هلا خلينا نروح ب هلا هون ممكن كتير شوي اجت التأثير تبعه. اوكي طيب هلا خلينا ناخذ لاير جديدة ونحكي وناخذ البرش كمان، وخلينا نعمل للخدود شيء معين. لاحظوا مثلا ما بدنا نعمل نحن من هذا اللون، بدنا لون يكون مثل لون الشفايف او اللون الاحمر اللي بيجي للخدود. طبعا كيف حنعمل هاي القصة؟ بدنا نعمل الخدود بيجوا على هذا الطرف، خلينا نعمل هيك، خلينا نعمل هاي المنطقة هيك. طيب شو بنعمل كمان نفس الترتيب، بنجي على شيء اسمه سوفت لايت. السوفت لايت هون ما عم ياخذ معنا مشابه مسامات الجلد، بنجي ناخذ نعطيه ممكن هارد لايت، خلينا نجرب الهارد لايت وننزل الفيل، ننزله 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 لدرجة على سبيل المثال خلينا نحطها 25 ونخفف شوي الإضاءة بهالشكل هيك.
خلونا نشوف كيف صارت. صارت كأن أكل كفوف لشبعاني. خلينا نخفف شوي كمان 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 كمان. وكمية الحاطين، الكمية الحاطينها نخففها شوي من فوق ومن تحت بهالشكل هيك، وهون كمان بهالشكل نخففها شوي. واللون خلينا نلعب شوي باللون، لأنه اللون مهم. شايفين أحمر، بس بدنا نخفف، خلينا اللون يكون بهذا اللون هيك هيك. لبستي تبعت اللون خليها تكون خفيفة شوي. اوكي هيك جيد يا لايتين كالر. الهاردنس عم تطلع حلوة. اوكي بالهارد لايت خلينا هيك. هلا هون بالمساحة في هاي المنطقة لازم نمسحها شوي، لازم نجلس هيك ما تكون شايفين. يعني ممكن نحط الإضاءة أخف شوي، فينا نخفف الفيل أكتر شوي هيك، نخفف أكتر هيك بهذا الشكل. هي الغاية أنه يكون أنه في شوية احمرار موجودة على الخطوط بهذا الشكل مثل ما انا شايفين. طبعا فيكم تزودوا وتنقصوا بالشكل اللي بتلاقوه انتم مناسب لكم، لكن هيك هيك جيد. اوكي عملنا هيك بالنسبة للعيون، عملنا بالنسبة للتم. طيب للأنف هو مريض، شو بنقدر نعمل بالنسبة للأنف؟ للأنف أغلب الأحيان بيحطوا شيء ذهبي فوق منه. خلينا نشوف ناخذ لون من هذا اللون. أنا بيحطوا شيء ذهبي هيك ما بعرف كيف، مثل كريم. خلينا نشوف شو بيحطوا. أنا بيحطوا شيء كريم هيك بهذا الشكل بهذا اللون. كريم ناخده كمان سوفت ونقلل الفيل تبعه، وخلينا نمسح بعض الأطراف شوي هيك. خلينا نشوف شو النتيجة بدون كريم. هذا الكريم بدنا نكتره وخليه يكون غامق شوي، اجا كاشف شوي. كريم بيجي من لون الشعر شوي، او هيك على بني على ذهبي. خلينا نجرب هيك نشوف كيف بهذا الشكل هيك. طبعا نخففه شوي بهالشكل هيك، يعني بيحطوا له شوية كريمات على بني على او هيك قصص. اللون لازم يكون اغمق شوي بعتقد هيك هيك بهالشكل بعتقد افضل. إذا رفعنا الأوبسيتي شوي بهالشكل. طبعا في مثل ما قلنا في دروس كتير ممكن احنا نشتغل عليها على هذا الموضوع، لكن عم نحكي نحن هيك بشكل مبسط حاليا.
شو ممكن نحط شغلات خفيفه كميك اب. بالنسبه للوش البياض وما بياض هذا كله، ممكن احنا الحواجب شوي نعطيهم لون. خلينا ناخذ مثلا من لون الحواجب نفسهم، ممكن بس نحن نغمقهم شوي زيادة بهذا الشكل. مثل ما لكم شايفين نعمل لون تغميق بهذا الشكل. فينا نخفف ونزود بالشيء بنلاقي مناسب هيك. منيجي على موضوع الرموش، الرموش بدهم نعمل لاير لحالة. بناخذ اللون الاسود طبعا. هذا الرموش بدهم شيء فرشاه ناعمه تكون. ناخذ فرشاه بهالشكل. نرجع نعمل إعادة رسم للرموش بهالشكل. طبعا الرموش من تحت نفس الترتيب صاير. هنجرب ناخذ سوفت لايت نمسح بس الجزء التحتاني، انا عملته للتجربة. مثل ما لكم شايفين مكناها. خلينا نعمل العين الثانية. العين الثانية مثل ما لكم شايفين بتبلش معنا من هون. رموش صغيرة طبعا. رموش في طريقة تانية نحن ممكن نشرحها بدرس لحال كيف نقدر نرسم رموش. اوكي هيك صارت عنا هاي الشكل. فينا هلأ يعني هيك صار بشكل خفيف سريع. فينا ندمج الكل، ندمج الكل ميرج لاير. خلينا نروح اول نجي على الكاميرا رو فلتر. بالكاميرا رو فلتر بدنا نعمل ضبط صغير كتير للإضاءة. مثل ما لكم شايفين ما حنجي على التكستشر، بس نقوي شوية التكستشر خلي تبين عنا التفاصيل اكتر شوي بهذا الشكل. والكلر جريدينج، الكلر ميكس عندنا هون اللون الاحمر خلينا نزوده شوي خلي يكون بهذا الشكل. اوكي خلينا نشوف. هيك صار الوضع تمام. طبعا فيكم انتم تضيفوا شغلات تانية حسب الشيء اللي بدكم اياه. فينا نعمل مثلا على سبيل المثال، شو فينا نعمل مثلا. وهيك مثل ما لكم شايفين عملنا عملية ميك اب خفيفة لطيفة لكل الناس المبتدئين او الصبايا المبتدئين اللي حابين يعرفوا كيف ممكن يعملوا ميك اب ببرنامج الفوتوشوب ويعدلوا على الصور تبعيته. بتمنى يكون استفدتوا من الدرس، ويا ريت الكل يطبق ويبعث لي النتائج على صفحتي بالانستغرام او بالفيسبوك. طبعا بذكركم انا فعلت ميزه الانتساب للقناه او جوين تو شانل.
فيكن تدخلوا وتشوفوا المزايا الحصرية الموجودة للمنتسبين وكيف ممكن تستفيدوا منها. بتمنى تدعموني بلايك وكومنت، واللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل الجرس، لأنه في دروس كتير عم حضر لكم إياها قادمة إن شاء الله. كان معكم ممريس، كونوا بألف خير.